كان في حالة المرض والاحتضار، يقول جسمي كله كان يوجعني، وإذا دخل علي شخص جميل سلم، قلت له عليكم السلام، قال ايش بيك؟ علامة نفسي ايش بيك؟ قلت له والله جسمي كله ده يوجعني. فالعلامة مجلسي صار حوار بينه وبين هذا التلميذ، تلميذه قال له أمو أشكل مو صحيح، كل ما يناقشون هذا يجيب دليل هذا بيجيب دليل، تاني ما وصلوا للنتيجة. قال تعال غير شو نسوي التلميذ، قال غير شو نسوي، قال له شنو؟ قال لك كل واحد يموت أول، لأنه دار الآخرة دار الحقائق، فكشفنا غطائك فبصرك اليوم حديد نافذ، دار الحقيقة بعد. كل من يموت أول يخبر صاحبه أنه الحق معه أو مع صاحبه. قال له قبول قبول. العلامة توفى، علامة المجلسي، سنة يقال ينتظر، استدى الجزائري ماكو، ورا سنة إجى على قبره قال له شيخنا أستاذنا المؤمن إذا وعد وفى، احنا توعدنا شنو الخبر؟ حق وياه لو وياك. يقول أخذته الغفة سنة، أخذته النومة، في عالم النوم رأى العلامة المجلسي، قال له أخبرني، قال له أخبرك. يقول قال كان في حالة المرض والاحتضار، يقول جسمي كله كان يوجعني، وإذا دخل علي شخص جميل سلم، قلت له عليكم السلام، قال ايش بيك؟ علامة نفسي ايش بيك؟ قلت له والله جسمي كله ده يوجعني متأذي. يقول خلى ايده على رجلي فأحسست بذهاب الألم، قلت له ايه والله رحم الله والديك، طبعا هاي تعليقات مني، اصعد ايدك شوي لفوق، راح الألم. يقول جابه للركبة راح الألم، جابه الى صدري راح الألم، كلش ماكو، ما حس بكل شيء بعد، الى ان وصل الى حلقومي فدنا بشفت واحد على مجلس بصفي، وانا اصبحت جثة، هذا روحي وانا اصبحت جثة. يقول شفت الاهل قاموا يصرخون انه مات العلامة المجلس، وانا اصيح بيهم انه انا بابا الان شافيت ما بي كل شيء. يقول بقى هذا الشخص وياي، شالوا جنازتي هذا وياي، وانا اصرخ ورا الناس انه يابا انا ما بي شيء، وين تاخذوني جثتي؟ وين تاخذوها جنازتي؟ وين تودوها؟ يقول ودوني لا دفنوني في اصفهان توقتي، ودوني دفنوني، لما خلوني بالقبر اجى هذا الملك يقول دفعني، قال يلا روح بعد خلاص رزقك من الدنيا خلاص، الان بعد رزق الاخره روح لاخرتك. سدوا اللحد، جاء الملكان، من ربك؟ من نبيك؟ من امامك؟ كلها جاوبت. واذا بعد ذلك اسمع خطاب من الله، خطاب من الجلاله، علام المجلسي ماذا اتيت لنا من عمل هديه؟ يقول انا اخذتني الرعب، اخذني الرعب الرجفه، قلت له بحار الانوار 110 مجلدات الان مطبوع، بحار الانوار، قال من دون اسم المجلسي، جبت للبحار لله وفي الله خالص، ما بي اسم مجلسي، لو واحد هذا الكاتب البحار وخلى اسمه عوضك ما تتأذى؟ يقول سكتت ما أدري، ما ممتحن نفسي، سكتت. قلت له أتيت بصلاة جماعة، عندي صلاة جماعة صليت للناس، قال من دون قيد المجلسي، سكتت. كل ما أقول جبت جبت كله من دون قيد المجلسي، وأنا أسكت ما أقدر أجاوب، إلى أن قال وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات، والقلب السليم فحمل الزاد أقبح كل شيء. أمير من كتب هذا على كفني سلمان رضو الله تعالى عليه، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات، والقلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات، والقلب السليم فحمل الزاد أقبح كل شيء، إذا كان الوفود على الكريم. تحمل زادك وتروح بيت واحد كريم ما يعاتبك؟ يقولك عمي ما تخجل ما تستحي، هاي أهانة، أنا كريم شلون يجيب أكلك وياك؟ شلون يجيب أكلك وياك؟ لذا نقول إلهي ما عد صفر اليدين، لا ليالي قدر يفيدنا إذا ماكو إخلاص، لا صلاتنا لا صومنا، خليوا أبدأنكم بس شي واحد أكو حسب الروايات والأدلة القاطعة، بس شي واحد إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، بس هذا اللي ثابت.
والله العظيم بأحكي عن يقين، وإلا صلاتك وصومك وتدريسي وما أدري كتاباتي ومؤلفاتي وكلها بدون عادل علوي ما أقدر أقول لا، أما امتحن نفسي. بس شي واحد أقدر أقول له حبا بسيد الشهداء بكيت، أي أجريت الدمعة لمصيبة سيد الشهداء، هذا اللي يقدر ينجيني يوم القيامة، يسعدني يوم القيامة. من الطرق التي ينفع الإنسان في معرفة الله سبحانه وتعالى أنت نفسك. اسمعوني، كثير ما تسمعون هاي الكلمة المعروفة والمشهورة في الحديث القدسي، من عرف نفسه، في الحديث عن رسول الله حديث نبوي، من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه عرف كل شيء، لأنه الله كل شيء، ملأت توحيدك ملأ لا إله إلا الله أركان كل شيء، توحيد الله في كل شيء، إله في السماء إله في الأرض. يقال قيل لأمير المؤمنين روحي فداء أنه الذي تعبده رأيته، قال كيف أعبد ما لم أره، هذا غير عقلاني، أنه أعبد في شيء مجهول ما شايفه شلون أعبده. الآن أنا من أحكي وياكم غير أعرفكم وتعرفون أحكي وياكم، وحدي لا يعرفون لا أعرفه شلون أحكي وياه. فأنا عندما أقول إياك نعبد وإياك نستعين غير لازم أعرفه، أعرفه بأي شيء أراه، لأنه إنما يعرف الإنسان بوجهه، فأنا لازم أعرف وجه الله سبحانه وتعالى. أتكلم مع من؟ إياك حرف خطاب، كاف الخطاب، إياك يعني تحكي وياه، فإياك أنا أحكي ويا الله شلون ما أشوفه. قال له إذن بماذا ترى الله سبحانه وتعالى؟ قال لا تراه الأبصار، البصر أقل من أن يشوف الله، أرنا الله جهرة. قال له ما يصير الله يشوفه جهرة، البصر شنو هي؟ مجرد عين صغيرة، شلون العالم ما تقدر تشوفه بعينك، فكيف ترى رب العالم؟ إنما يرى الله بحقائق الإيمان في القلوب. قلبي رأيت الله. أبو بصير مكفوف سلام الله عليه قال له للإمام الصادق سيدي مولاي دلني على ربي، أرني ربي، خلي أشوف الله، دلني على الله. قال انظر إلى قلبك ترى الله؟ يقول نظر. قال بلى يا ابن رسول الله، بلى دا أشوف رب العالمين، قلبي دا أشوفه. قال سيدي أقدر أقول هاي الحالة إلى الآخرين؟ قال إلى من كان من أصحابك. مو كل واحد يصل إلى هذا المقام، إنه يشوف رب العالمين بقلبك، عظيم والله عظيم جل جلاله، تأقسم به إنه الإنسان يشوف الله بقلبه. لما يشوف الله بقلبك تدي يعني يشوف كل شيء. فإذا عرفت نفسك عرفت ربك، وإذا عرفت ربك عرفت كل شيء. من كان جاهلا بنفسه فهو بغيره أجهل. اسمعوني، إذا ما يعرف نفسه لا يعرف غيره أبدا، لأنه أقرب شيء إلي هو نفسي. إذا أنا نفسي ما أعرفه شلون أعرف صاحبي؟ ما أعرفه. إذا أنا نفسي ما أعرفه شلون أعرف صاحبي؟